السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم برياض ومدارس الوطن العربي. مس اليوم كتير حماس لأنه اليوم الخميس صح؟ يا كلنا بدنا نجهز أمورنا إن شاء الله على درس جديد اللي هو ضرب الكسور العشرية وقسمتها. أنتوا كتير بتحبوا هاي الأشياء، في عندي ضرب وعندي شو وعندي قسمة، نفس اللي بتعرفهم. والضرب والقسمة رح نشتغل عليهم نفسهم اللي بتعرفهم، لكن اليوم رح نشتغل على أني أعداد، لأن كبار شوي وصف سادس رح نشتغل على الكسور العشرية. شو يعني تذكر شو يعني كسور عشرية؟ ليه حكى لي أعداد عشرية؟ ليش كسور عشرية؟ كسور عشرية يعني يمس إيش؟ حكينا إنه يكون بالصحيح شو عندي؟ صفر، ممتاز. وهون شو ما أجا أرقام ما عندي مشكلة. أنا أهم إشي عندي إحنا بس لعند عشرات جزء من عشرات آلاف، تمام، يعني أربع منازل. أهم شيء إنه بالعدد الصحيح شو كان؟ عندي صفر. طيب بدي أضرب وأقسم هلأ هاي الكسور العشري، كيف؟ تعال نشوف. يلا نبلش بالأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عم بحكي لنا أول إشي عشان تجري عملية الضرب على الكسور العشرية بنجري عملية الضرب كما في الأعداد الصحيحة، يعني زي ما أنت تعلمتها، تمام؟ كما في الأعداد الصحيحة. كيف يعني؟ بدون فواصل عشرية، يعني شيل الفاصلة واضرب العددين ببعض. بعدين لما بدك تحط الفاصلة العشرية في الناتج شو عم بحكي لك؟ بحيث يكون عدد المنازل العشرية، ركز عليها، عدد المنازل العشرية مساويا لمجموع عدد المنازل العشرية في العددين المضروبين. كيف يعني؟ ما فهمتش ولا إشي. هلا بفهمك وبحكي لك إياه. انت حط براسك بس شغلتين، انه لما بدي اضرب بدون فواصل عشرية، لما بدي ارجع الفاصلة في الناتج بحطها، ماشي، بدي احط الفاصلة بالناتج، لما احطها لازم يكون عدد المنازل العشرية مساوي لعدد المنازل العشرية في العددين المضروبين. كيف يعني؟ تعال نشوف المثال كيف بدي يوضح لنا ونفهم. مثال واحد بحكي لي جد حاصل الضرب فيما يأتي. طلع شو كلمة جد حاصل الضرب، يعني أنا بدي أوجد ناتج ضرب. 36% ضرب 4 بالعشرة. يا لهوي شو هاد؟ أنا ما أخذت هيك. لا سهل كتير، بس كتير 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 كتير. غطي على الفاصلة. شو أنت بتشوفها؟ هلأ هيك أنت شايف فاصلة؟ لا صح؟ شو صارت؟ 36. أنا باخذ العدد يمس بدون فاصلة، بدون فاصلة. لو أخذت العدد الأول بدون فاصلة شو بدي يصير؟ 36، ممتاز. طيب ضرب. لو أخذت العدد الثاني بدون فاصلة شو بدي يصير؟ هذا بدي أخذه بدون فاصلة شو بدي يصير؟ 4. بتعرف تضرب 36 بـ4؟ طلع. أنا ما عم بشرح درس، هذا درس قديم، خلص أنا هيك خلصت شرح. مين بدي يضرب لنا 36 بـ4؟ يلا بتعرفوا تضربوها لحالكم. يلا أضربها. 4 ضرب 6 24، 4 بـ3 12، و2 14. طيب أنا جهزتها، معقول يفتحوا لي درس سادس طويل عريض عشان أنا أوجد ناتج الضرب اللي أنا بعرفه زمان؟ لا، أكيد في خطوة جديدة. شو هي الجديدة مس؟ إني أنا هون أوجدت حاصل ضرب 36 ضرب 4. أنا بدي 36% ضرب 4 بالعشرة، معناته لازم أرجع الفاصلة العشرية. بدي أرجعها وين؟ بالناتج. كيف؟ طلع كيف. هون الفاصلة إجت بعد كم منزلة من اليمين؟ أيوة هون إجت بعد منزلتين، وهنا بعد كم منزلة؟ منزلة واحدة من اليسار، من اليمين، ممتاز. إذا إحنا بنعد من اليمين مس، كم منزلة؟ منزلتين من اليمين، ممتاز. والثاني بعد كم منزلة من اليمين؟ منزلة واحدة، برافو. يعني هو إجا بعد هلأ كم منزلة؟ بعد 3 منازل، ممتاز. يعني هون منزلتين وهون منزلة، شو بده يصير؟ بعد 3 منازل، باجي بعد على الناتج هون من اليمين 1 2 3.0. المنزلة اللي اجى فيها بعد ايش؟ بعد 3 منازل من اليمين فاصلة صفر. اذا شو اصبح الناتج معي؟ ايوة 144 من 10 آلاف، هذا الناتج اللي بيكون معي الصحيح. فهمتوا شو حكالنا؟ بالاول شو قلنا؟ جردهم من ايش؟ من الفواصل العشرية، بعدين بضربهم ضرب العادي اللي انا بعرفه،
بعدين بحط الفاصلة بالناتج، لازم يكون عدد المنازل مساوي. طلع كيف عدد المنازل مساوي؟ يعني هون يمس كم؟ كانوا 2، اجت بعد 2، وهون اجت بعد ايش؟ بعد 1. الاثنين مع بعض مجموعهم اجت 3، مساوي لهذا اللي هو منزل منزلتين 3. فهمتها؟ يلا نحل كمان واحدة عشان تفهمها أكثر. حكت لي مس غدير أجرد، شو بدها تصير لو جردتها؟ بدها تصير 27 ضرب 32، صح؟ شلت الفواصل. يلا اضرب. 2 ضرب 7 14، 2 ضرب 2 4، 1 5، بنزل الصفر. 3 ضرب 7 21، 3 ضرب 2 6 و2 8، اجمع شو بيعطينا؟ 4 6 8. هلا لما بدي اجي احط الفاصله ركز، هون بعد كم منزله؟ منزلتين، ممتاز. وهون بعد كم منزله؟ منزلتين. الاثنين مع بعض كم بعطونا؟ بعد 4 منازل. يلا 1 2 3، ايوه ما في رابعه، شو بحط؟ 0.0. هيك الناتج. اذا طلعت الناتج ونسيت يا بطل الفاصله، حلك كله ايش بحب ابشرك؟ انه خطا. تمام. يلا حل 3. يلا 3 شو بحكي لنا؟ 2 بالعشرة ضرب 2 بالعشرة. شو بعمل؟ بجرد، ممتاز. يلا 2 ضرب 2، كم 2 ضرب 2؟ 4. طيب بدي اشوف المنازل العشرية، هون بعد كم منزلة؟ منزل. هون بعد كم منزلة الفاصلة؟ منزلة. من اليمين اجمعهم، شو بعطوك؟ 2. برافو، معناته الفاصلة العشرية بعد منزلتين، هاي الأربعة منزلة، 0.0. ممتاز. هيك بيكون الناتج اللي معي بالآخر هو اللي أنا بحصل عليه وبدور عليه. يلا نشوف اللي بعده. اللي بعده يلا ننزله كامل، نجرد. يلا صار أكبر شوي. 5 6 8 بدون فواصل، ضرب 1 4 بدون فواصل. الأولى اللي أضربها بالواحد عسرية، شو بتعطينا؟ 8 6 5، هاي 0. يلا 4 ضرب 8 32. إذا مش حافظ جدول الضرب بحب أبشرك كمان رح تتغلب، فأنت لازم تحفظ جدول الضرب. 4 في 6 24، و 3 27، 4 ضرب 5 20، و 2 22. يا سلام عليكم. يلا نجمع. يلا هلا رح تعطينا 8 8، 12 3 2. يلا فاصلة بعد كم منزلة؟ أيوة هون شو أجت؟ 3. وهون شو أجت؟ 2. 3 و2 كم بعطونا؟ 5. بعد 5 منازل، 1 2 3 4 5، 0. يعطيكم ألف عافية في هذا السؤال. أيوة طلع معنا الناتج. كيف؟ كيف الوضع؟ تمام؟ طيب هلا شو بدي أحكي لكم؟ شو رأيكم تسكروا التسجيل؟ يلا حط سكر التسجيل. وشو تعمل؟ افتح على سؤال واحد اللي هو معاك صفحة 75، سؤال واحد صفحة 75، حله لحالك يا مس، حله لحالك، وبعدين اطلع على الحل. إذا صح أمورك تمام، إذا غلط ارجع عيده قبل ما تفهم الصح، وبعدين افتح التسجيل وتأكد. يلا أنا رح أشرح وشرح، تمام؟ يلا هلا الأولى بنزلها زي ما هي، هاي 425 ضرب. هلا هاي شو؟ 6، ما حيشي؟ لا حطيتها، هاي 6. يلا نضرب، نضرب 6 ضرب 5 30، 6 ضرب 2 12، و 3 هاي 3 12، و 3 15، 6 ب 4 24، 1 25. الفاصلة راح تكون بعد كم منزل يا مس؟ يلا اللي فوق كم؟ بعد 3 منازل، زائد هاي في منازل؟ لا 0. 3 و0 شو بعطوني؟ 3، مش 1، دير بالك غلط. يلا منزل منزلتين 3، رح تيجي بين 2 و5. فهمناها؟ تمام؟ طيب تعال نشوف اللي بعدها. 38 ضرب 89%. يلا بجردها، 38 ضرب 89. يلا نضرب
تسعة ضرب ثمانية اثنين وسبع، تسعة ضرب ثلاث سبعة وعشرين، وسبعة سبعة وعشرين، وسبعة أربعة وثلاثين ضرب بحط الصفر، ثمانية في ثمانية أربعة وستين، ثمانية في ثلاث أربعة وعشرين، وستة ثلاثين. يلا اثنين ثمانية ثلاث ثلاث. هلا بدنا نيجي للفاصلة، هون بعد منزلتين وهون بعد منزلتين، معناته بعد أربع منازل. يلا واحد اثنين ثلاث أربعة فاصلة صفر، هاي أكيد الكل طلع عنده صح. يلا شوفوا هاي مأسهلها، واحد ضرب، مش واحد يحط لي هيك، شو الصفر هذا يعني؟ مش فاهمة أنا شو وضعه، ما فيه صفر، خلص. واحد ضرب أربعة، أربعة. فاصلة بعد كم منزلة؟ هون منزلة، هون كم؟ منزلتين، اجمع مع بعض شو بعطوك؟ بعد ثلاث منازل، واحد اثنين ثلاث فاصلة صفر. يلا الكبيرة ناخدها، يلا هلا 329 ضرب 56، يلا نضرب 6 ضرب 9 54، 6 في 2 12 و5 17، 6 في 3 18 و1 19. شو بدي ازيد انا هلا؟ صفر. يلا 5 في 9 45، 5 في 2 10 و4 14، 5 في 3 15 و1 16. يلا اجمع 4 12 14 8 1. هلا الفاصلة بعد كم منزلة؟ هون كانت بعد 3 وهون كانت بعد 2، معناته شو راح تصير بعد 5؟ 1 2 3 4 5 فاصلة صفر. وهيك بنكون خلصنا سؤال واحد وخلصنا أمور الضرب كاملة. طيب هلا كان درسنا ضرب الأعداد، سوري ضرب الكسور العشرية وقسمتها، معناته هلا بدنا نحكي عن مين؟ عن القسم. يلا بالقسمة، جد خارج القسمة في كل مما يأتي. طب كيف بدنا نعمل بالقسمة؟ هل لازم نطلع الفاصلة؟ لازم ما نطلع الفاصلة؟ بس أهم إشي بالقسمة بدك تنتبه شغلة، إنه لازم يكون المقسوم عليه، لازم يكون المقسوم عليه عدد صحيح، بس هاي أهم إشي تعرفه، لازم يكون المقسوم عليه عدد صحيح، هذا أهم شرط عنده، تمام؟ بعدين قسم العديد أنت بتعرفها. طيب خلينا نشوف الأولى عشانها جاهزة، الثانية مش جاهزة، أنا بدي أجهزها، خلينا نشوف الأولى عشانها جاهزة. أنا بهمني المقسوم شو؟ لا، أنا مين بهمني المقسوم عليه؟ أتأكد إنه إيش ماله؟ عدد صحيح، الاثنين عدد صحيح، خلص. يلا، هلا أنا شو باجي بحكي له؟ باجي بحكي له 42 تقسيم 2. طيب 42 تقسيم 2 كيف بعمل مس؟ يلا 4 تقسيم 2، هاي القسم اللي انت بتعرفه، انا اسف لازم انزل الفاصله هون، ما لازم اشيل الفاصله، تمام؟ يلا نعيدها نعيدها، يلا طلع علي المس كيف 42 فاصله 0، ما شلته انا المقسوم، ما بشيله المقسوم، ما له دخل، انا اهم شيء المقسوم عليه يكون عدد صحيح، هي حولته لعدد صحيح. يلا هسه بدي اقسم، كيف بقسم؟ طلع عندي عادي بمشي زي القسم العادي اللي انا بعرفها. هلا في عندي صفر، صفر تقسيم اثنين بجوز؟ لا، شو بحط؟ صفر. هلا لمين بدي اروح؟ للي بعده. مين هي الفاصله؟ بتطلع فوق على السريع، مكانها بتطلع، مش راح اقسم فاصله على تقسيم اثنين، بزبطش، بتطلع فوق مكان ما هي، تمام؟ وباخذ المنزل اللي بعدها، مين المنزل اللي بعدها؟ الاربعه. اربعه تقسيم اثنين كم؟ اثنين، ممتاز. شو بحط هون؟ اثنين ضرب اثنين اربعه، اطرح شو بعطيك؟ صفر. هلا مين بدي انزل انا؟ الاثنين، القسم العادي اللي انت بتعرفها مس. اثنين تقسيم اثنين واحد، واحد ضرب اثنين ايوه اثنين، اطرح شو اعطتك؟ صفر. الصفر شو اسمه هاد؟ الباقي، ال 21% شو اسمه؟ الناتج. طلعت انا ناتج؟ تمام. هاي ايش؟
هاي الناتج اللي معي اللي هو 21%. طيب تعال نشوف الثاني. الثاني بحكي لي 39% تقسيم 3/10. يلا كيف بدي اقسمها؟ اول شغلة ايوه طلعت على المقسوم عليه، للأسف ما كان عدد صحيح، لازم اخليه عدد صحيح. عشان يصير عدد صحيح ويصير 3 لازم لو هاي الفاصلة اجت بس قبل الثلاث كان صار عدد صحيح، صح؟ معناته بلزمني اني احرك الفاصلة منزلة واحدة. حركت الفاصلة هون منزلة، بحرك عند المقسوم عليه عند المقسوم منزلة، تمام؟ هلا انا بطلع على المقسوم عليه، المقسوم عليه بعيدها، ها يلا مرة ثانية. المقسوم عليه مس، المقسوم عليه اجاني ايش؟ كسر 10، ما بدي كسر 10، غلط. انا لازم يصير صحيح. شو بعمل؟ بحرك الفاصلة منزلة لليمين، بصير ايش؟ صح، بصير كم؟ 3. بنفس الوقت انا اذا حركت هون لازم احرك على المقسوم، فبحرك الفاصلة كمان منزلة. مين اللي حدد المنزلة؟ المقسوم عليه. المقسوم ما له دخل، بس لانه راح بعروة مين؟ المقسوم عليه. فبصير عندي شو بصير؟ 3.9. هاي انا جهزته، هاي بعرف اقسمها؟ اه. كيف بقسمها؟ طلع هاي 3.9 تقسيم ايش؟ 3. 3 تقسيم 3 1، هاي 3 اطرح شو بعطيك؟ 0. هلا الفاصلة شو بعمل فيها؟ ممتاز، ما بنزلها تحت، غلط. وين برفعها؟ على الناتج. هلا مين بدي انزل؟ ايوه التسعة. يلا التسعة كم 3 فيها؟ 3. 3 ضرب 3 شو بعطيني؟ 9. اطرح شو بعطيك؟ 0. ممتاز، خلص هذا الباقي والناتج 1.3. اذا الخطوة الاساسية في رقم 2 اني اطلع المقسوم عليه وبحرك الفاصلة منزلة عشان يصير صحيح. اذا حركته بالمقسوم عليه لازم احركه وين؟ في المقسوم. يعني طلع مسألة 3، 3 اجت الفاصلة بعد منزلتين في المقسوم عليه، طلعوا ما لازم، ما بستقبله، لازم يصير صحيح. كيف بده يصير صحيح؟ لازم اتخلص من الفاصلة. بتخلص من الفاصلة اني لازم اجيبها لاخر رقم. كم منزل جبتها انا؟ منزلتين. بما اني حركت هون منزلتين لازم احرك هون على السريع منزلتين، فراح تصير هاي 25.6 تقسيم ايش؟ 4. وبروح بقسمها القسم الطويل اللي انا بعرفه. يلا هي راح اقسمها هون عشان يكون معنا وسع. 6.5 هون في فاصلة 2 تقسيم ايش؟ 4. 2 تقسيم 4 لا يجوز 0. 25 تقسيم 4 فيها 6، 24 اطرح شو بيعطيك؟ 1. هلا الفاصلة وين بدي اطلعها؟ فوق، وانزل مين؟ الستة بدها تصير 16. اوعى تنزل الفاصلة تحت، الفاصلة بس بالناتج. ايش اللي بضربه بأربعة بعطيني 16؟ 4. 4 في 4 16، اطرح شو بعطيك؟ أصفر. إذا شو الناتج؟ 6.4. تعال نشوف 4 معطيني 18% ومعطيني 15 بالألف. أول شغلة ما عجبتني مين هي؟ المقسوم عليه. بدي أحرك الفاصلة 3 منازل، شو صارت هون؟ 15. ممتاز، أجيد أحرك هون 3 منازل، هاي منزلة منزلتين والثالثة ما في، شو بدها تصير الثالثة؟ هي الواحد والثمانية، شو بدها تصير الثالثة؟ 0.0. في داعي للفاصلة 0؟ لا، لأنه هيك شو هاد؟ عدد شماله؟ صحيح. وهاي كلياتنا بنعرفها اللي هي من صف أول، 180 تقسيم 15، يلا 18، كم 15 فيها؟ 1. اطرح شو بعطيك؟ 3. نزل مين؟ الصفر. 15، كم 30 فيها؟ ايوه 2. 30 اطرح شو بعطيك؟ اصفر. هيك بنكون خلصنا مثال 2. تعال نشوف يلا اللي بعده اللي هو سؤال 2. سؤال 2 مس، بتمنى هلا تسكر التسجيل كالعاده وانت حل لحالك، وارجع افتح التسجيل مس وشوف الصح عندك وشوف الغلط وتعلم شو غلطك وعدل عليه، واهم شيء تعرف انك كيف تحلها بدون اغلط. يلا هذا السؤال 2 صفحة 77. بتمنى يا مس، بتمنى انك تسكر الفيديو وتحل حالك. سؤال 2 صفحة 77. بالاول مقسوم عليه حكينا ايش؟ ماله عدد صحيح، معناته هاي جاهزة.
يلا 46.0 تقسيم 4، الصفر بيطلع والفاصلة بتطلع. 4 كم فيها؟ 1. شو بيعطينا هون؟ 4. اطرح بعطيك 0. نزل الستة، 6 كم 4 فيها؟ 1. 4 اطرح 6 ناقص 4 شو بعطيني؟ 2. هلا ما بصير يضل باقي، ما بصير يضل باقي الاثنين. شو بدي ازيد لها؟ ما ضل اشي ولا منزل انزل، بس لانه يا مس في فاصله عشريه مسموح لي احط اصفار قد ما بدي، فانا شو بروح بحط هون؟ صفر. شو بدها تصير؟ 20. ال 20 كم 4 فيها؟ 5. ممتاز، 20 اصفار. هلا انت كلياتكم لما طلعتوا الناتج طلعتوا عند الاثنين ووقفت، حلك صح مس، بس لازم تكمل لاخر رمق. بضيف صفر لانه انا شو ما ضفت صفر على يمين الفاصله شو بعطيني؟ بس هون لو ضلت احط اصفر للصبح شو بيعطيني؟ العدد نفسه صح؟ ما بيأثروا هدول الاصفر. طيب تعال نشوف باء. يلا باء بدي احرك هون كم منزله؟ واحده. وهون شو بدي احرك؟ منزله واحده. راح تصير 2.78 تقسيم 2. يلا اقسمها هون عشان الوسع. يلا هاي شو رح تصير؟ 2.78 تقسيم ايش؟ 2. فيها كم؟ 1 2 0. الفاصل وين بدي اطلعها؟ فوق. ومين انزل؟ 7. كم 2 فيها؟ 3. 6 شو بعطيني؟ 1. هلا مين بنزل؟ 8. صارت 18. الاثنين ايش اللي بضربه؟ باثنين بعطيني 18، 9. 18 اطرح اصفار خلص بوقف. اذا جوابي رح يكون 1 صحيح و 39%. طيب يلا نحرك هون الفاصله. يلا طيب لما احرك الفاصله هون رح احركها عند منزلتين، وهون ايش؟ منزلتين. رح تطلع عندي 18.2 تقسيم 14. يلا نقسمها. يلا 18.2 وهون 14. كم فيها؟ 1. 14 بتزيد 4. برفع الفاصلة وبنزل الاثنين. كم الاثنين واربعين؟ كم 14 فيها؟ الاثنين واربعين كم 14 فيها؟ بدي اخذ اشي اضربه بالاربعة، 3 يعني تقريبا. 3 شو بيعطيني هون؟ 12. 3 في 1 3 و 1 4. هاي طرحتهم شو اعطوني؟ اصفر. يلا اخر واحدة اللي هي ايش؟ عندي هون بدي احرك 3 منازل وهون 3 منازل، رح تعطينا 26 تقسيم 13. اقسمها للقسم اللي انت بتعرفها. 26 تقسيم 13 كم فيها؟ 2. تعطينا 26 اطرحها خلص، اعطتني الجواب بالعدد الصحيح. تمام. هلا رح نبلش بفكر بحكي لك كيف يمكن التحقق من صحة الناتج في ضرب الكسور العشرية وقسمتها. كيف تقدر انت تتحقق من الناتج؟ اذا كان ضرب مس تقدر تتحقق من خلال القسمة، واذا كان قسمة من خلال الضرب. بس هيك تمام. يلا خلينا نشوف اللي بعده. تمارين ومسائل جد حاصل ضرب فيما يأتي. مس هذا كلياته نفس اللي اخذناه. تمام. يلا نضرب 15 في مين؟ في 6. رح اضرب ال 15 ضرب 6 بتجريد صح؟ بجردهم. اول شغله بعملها ايش؟ اني بجردهم. يلا 6 ضرب 5 30، 6 في 1 6 و 3 شو رح يعطونا؟ 9. الفاصله بعد كم منزله؟ هون منزلتين وهون منزله، هي صاروا 3 منازل. 1 2 3.0. طيب تعال نشوف باء. باء اللي هي معانا 9.2.1 ضرب 3. اضرب شو بعطيك؟ 3 6. 3 ضرب 9 27. فاصلة بعد كم منازل؟ بس 3 منازل، تاني ما فيها. وين رح تيجي؟ هون. يلا نضرب 14 ضرب 25. يلا 5 ضرب 4 20. 5 في 1 5 و 2 7 0 8. خليني ارجع اكتب لك اياها هون. 70 0
2 ضرب 4 8 و2 ضرب 1 2 0 15 وهون 3 فاصلة بعد كم منزل مس 1 2 3 4 1 2 3 4.0 لانه هون في عندي منزلتين وهون منزلتين اجمعهم بيعطوك 4 منازل. يلا اخر واحدة اللي هي 6 في 9 طيب خلينا نضربها افقيها شو رايكم 6 في 9 كم بعطيني 54 والفاصلة بعد كم منزلة هون 3 وهون منزل معناته بعد 4 منازل 1 2 3 4.0 يلا نشوف السؤال اللي بعده جد خارج القسمة في كل مما يأتي طيب هاي القسمة اللي احنا هسا تعلمناها 24% تقسيم 12 على السريع هاي جاهزة راح احكي 24% تقسيم 12 صفر فاصلة بطلعهم هلا الاثنين ما بزبط صح شو بحط صفر ل 24 شو بتاخذ الاثنين 24 اطرحها شو بعطيك اصفر اذا 2% تعال نشوف هاي لا بدها تجهيز لازم احرك المنزلة ايوه بدها تصير 20 ممتاز وهون تقسيم ايش طيب احكي لك شغلة ممكن انت شو تعمل مس تيجي تحكي هذا الاثنين مش داخل الصفر هذا سوري مش داخل ليش ليش من الصفر على يمين الفاصلة ما بدي اياه فبحرك هون منزلة واحدة شو بدها تصير 2 تقسيم وهون بحرك منزلة واحدة شو بدها تصير 1.32 او بتحرك منزلتين بتصير عندك 20 تقسيم 13.2 اللي بدك اياه لكن هاي احسن هاي افضل يلا تعال نقسم اقسم 1.32 تقسيم ايش 2 هل الواحد بقسم 2 لا الاثنين بعطوك نفس الحل انتبه هلا شو بدها تصير عندي 13 تقسيم 2 كم فيها 6 رح تصير 12 اطرح شو بيعطوك 1 هلا بنزل 2 كم فيها كمان 6 12 هاي صفر اهم اشي اعمله اني احرك الفاصلة هون ما بصير الغي الصفر دير بالك هون ما بصير الغي الصفر هلا هاي للمنزلتين شو بتعطيني 6 لانه هون له قيمة هذا الصفر 6 وهون حركته ايش منزلتين صار 36.9 يلا نحلها على جنب يلا 36.9 تقسيم 6 يلا هلا هون كم ايوه 3 ما فيها هلا 36 كم فيها 6 شو بتعطينا 36 اطرح اصفر بطلع الفاصلة وين فوق وبنزل 9 9 كم 6 فيها 1 اطرح شو بعطيك 6 كم بضل 3 حكينا ممنوع يضل ارقام بالباقي شو بقدر انا ازيده لانه هون اكيد في كمان ايش مجموعه اصفار انا شو بهمني هلا صفر واحد منهم هي 30 بعطيها صفر ممتاز شو صارت 30 كم 6 فيها 5 شو بتعطينا هون 30 اطرح بعطيك اصفر هيك بكون انا طلعت الناتج لاخر رقمك هلا هون بدي احركها 3 منازل رح تعطينا كم 25 وهون بدي احركها 3 منازل ما في منزل الثالثه شو بتكون هي صفر فرح تصير هاي اللي هي 10 تقسيم 25 يلا نقسمها يلا هلا شو بدها تصير عندي 10 تقسيم 25 صفر لا يجوز معناته عشان لا يجوز مس بقدر اضيف الفاصله فوق في الناتج واحط لها صفر وين هون هاي خطوة جديدة واحط لها صفر هون صارت 100 100 كم 25 فيها 4 اطرح بعطيك ايش اصفر هيك بنكون خلصنا درسنا الحمد لله اخر سؤال اللي هو سؤال 3 بحكي لك اكتشف الخطأ في كل مما يأتي مع التبرير 12% ضرب 3 بعطينا 36 بالالف تعال نشوف كيف هو عمل هو لازم يضرب ال 12 ضرب ايش؟ ال 3 شو اعطاه؟ 36 فاصلة بعد كم منزلة؟ 4 منازل مش 3 منازل اذا خربط هو لازم يكون بعد 4 منازل مش بعد 3 منازل اخر واحدة اللي هي لما حرك الفاصلة هون كم حركها؟ 3 وهون لازم يحركها 3 ولازم يزيد 0 فهون لازم تطلع معاه بس 70 مش 700 مش 700 لازم تطلع 70 مش 700 اخر شيء مس عندنا اللي هو الواجب اللي هو سؤال 8 صفحه 96 بتمنى ترسلوا لي الواجب هذا من اسئله المراجعه
يعطيكم ألف عافية، دمتم بأمان.